أنشودة المثنى لغة عربية صف الخامس الترم الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي جميل وأنت دلوقتي تتفرج على قناة طيور الجنة التعليمية الجزء الخاص بتنمية قواعد اللغة العربية. ما تنساش قبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة فعل زر الجرس. أنشودة المثنى بقى بتقول إيه؟ أنا المثنى بنبقى اتنين باجي ولدين أو بنتين ألف ونون زد حرفين تخلي الواحد يبقى اتنين. قول ولدان أو ولدين، قول بنتان أو بنتين. ألف ونون عند الرفع، ياء ونون نصب وجري. يلا هنقول الأغنية كمان مرة بس بالشرح كده سريعا مع صورة توضيحية. ها، أنا المثنى بنبقى اتنين أجي ولدين أو بنتين. ألف ونون زد حرفين تخلي الواحد يبقى اتنين. قول ولدان أو ولدين، قول بنتان أو بنتين. ألف ونون عند الرفع، ياء ونون نصب وجري. ياء ونون نصب وجري. شكرا لكم حلوين، كنتم مع قناة طيور الجنة. ما تنساش لايك الجميل للفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وانتظر المزيد من الأناشيد التعليمية.